اخر سؤال هو يخص كابتن حازم امام، وسؤال واضح وصريح. في الفترة الحالية لو سألتك سعيد ومرتاح في عملك في اتحاد الكورة؟ لا طبعا مش مرتاح. مش مرتاح. محدش في العمل العام في الكورة يبقى مرتاح، لكن الحمد لله الواحد بيتقي ربنا والله سبحانه وتعالى، وبنحاول يعني ومفيش حد بيكسب على طول، ومحدش يعني بنحاول نجتهد. انا مش صح على طول اكيد، لان لو انا الصح على طول يبقى انا بقى ما انزلت، محدش زيي يعني، ومفيش حد في الكورة عنده الرقم الصحيح دايما، لان لو الناس كلها بتعمل صح كل الناس هتكسب، هو واحد بس اللي بيكسب في اي صوره. مش معنى كده ان الباقيين كلهم فاشلين، لكن بيسعوا ان هم يكونوا ناجحين يعني. فاحنا بنسعى، ممكن نسعى بعض الاوقات كويس ونسعى في بعض الاوقات تبقى غلط. احيانا قصدي الخطا، احنا قايلين الخطا، احنا بني ادمين يعني. صحيح. فاكيد هنخطا، مش معنى ان يعني ان الناس شايفه ان هو ما ينفعش تغلط، لا هو كل الناس بتغلط. جوارديولا بيغلط، الناس كلها بتغلط، بس هو ما بيبقاش الغلط كتير ومتكرر يعني. احيانا بشفق عليك فكره انه تلاقي جماهير الزمالك يقول لك ايه حازم امام ما بيساعدناش، تلاقي جماهير الاهلي يقول لك لا ده حازم امام بيساعد الزمالك. فانت في اللحظه دي بتبقى عامل ازاي؟ انا في الاثنين، انا في الاثنين هنا وحش وهنا وحش. يعني هل انت مثلا وانت قاعد في البيت، والله فرصه كابتن حازم ترد عليا في نقطه مهمه، هل انت قاعد في بيتكم مثلا او قاعد بتشتغل مثلا في اتحاد الكوره بتقعد تقول ايه؟ انا النهارده هراضي الزمالك، انا النهارده مش هزعل الاهلي، هل انت بتفكر ممكن في لحظه من اللحظات دي؟ بص عايز اقول لك حاجه، انا ممكن اكون ملاك بجناحين وافضل طول عمري الناس شايفاني اللي هو حازم لعيب الكوره، وما كنتش خدت اي يعني اشتغل اي حاجه تبع الكوره، كنت افضل دايما الناس شايفاك. لكن طول ما انت بتاخد ستيب ان انت في حاجه فيها منصب في الكوره، فانت معرض انك تنتقد، دي حاجه طبيعيه. فخلاص لازم تتحمل المسؤوليه يعني، تتحمل النتائج دي. انا عارف ان طبعا بتاخد من 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 الواحد كتير جدا، لكن انا بشوف ان شاء الله بعد عمر طويل الناس هتفهم، مش لازم دلوقتي بس، بعد كده هتعرف ان واحد بيشتغل لوجه الله والله لا عايز حاجه ولا عمري سعيت لحاجه، هي الحاجه بتيجي وواحد بيجتهد فيها يعني. ممتاز. طيب انا كنت قلت لك ان ده ختام الاسئله، بس في سؤال مهم تاني. اللعيبه المزدوجي الجنسيه، دايما كنا بنقول على المنتخبات العربيه اللي عندها لاعبين بياخدوها ان هم عندهم جنسيه مزدوجه، هل احنا في منتخب مصر ممكن نشوف لعيبه من النوعيه دي؟ ايوه ممكن والله، شفنا بنشوف كذا لعيب. المشكله بس خلي بالك ان زي ما بقول لك في صفحات برضه تقعد تمجد في لعيبه بره ويقول لك ده بيلعب في كذا وبيلعب في كذا. شوف يعني جبنا كذا لعيب مثلا على مستوى منتخبات الشباب والحاجات دي بيجوا فعلا، بس بيبقى عندنا لعيبه ممكن تبقى زيها واحسن شويه. هو بس عنده ميزه انه بيلعب بره، في لعيبه طبعا بره برضه كويسه جدا. هنشوفها، شفنا في 2006 كان مع كابتن وهبه كان في لعيب مصري الماني كان كويس قوي في نص الملعب، ده اعتقد ممكن يجي مع وائل الرياضي الفتره الجايه. وائل برضه لما جه اشتغل خد حد من ارسنال برضه كباك ليفت تقريبا، جابه برضه من الزاويه الجنسيه. اكيد الملف ده مهم. على مستوى المنتخب الاول بنشوف ناس كتير يعني، عندنا اول مع الراجل بنشوف، وكان في لعيب برضه اتكلمنا معاه وهو يعني ما حبش انه يجي دلوقتي، حاولنا يجي يلعب ماتش ودي قال لك لا انا اجي العب رسمي. طبعا الفيتوريا قال لك ما ينفعش يجيبه رسمي، انا ما اعرفش هو عامل ازاي، لازم يجي يتمرن معايا. فكان في يعني نقاش كده، لكن ما وصلناش معاه ان هو يجي المعسكر ويلعب الماتشات الوديه معانا، ولو كويس هيجي. لكن كان هو وجهه النظر بتاعته ان هو عايز يجي يلعب ماتش رسمي ويلعب. طبعا ما فيش حد في الكوره يقول لك لا تيجي تلعب، دي تبقى صعبه يعني. هايل. نهائي كاس مصر ممكن يتلعب في نهايه ديسمبر بين الاهلي والزمالك ولا ده مش مطروح؟ لا ما اعرفش بقى الحاجات دي. دي كابتن عاش. طيب كابتن حازم اتفضل. اتفضل. تمام كابتن حازم، انا حبيبي اشكرك شكرا جزيلا كالعاده، رائع في كل اجاباته.